حتى الآن لم يكشف ذلك الخائن. لن تنتهي هذه المسألة قبل أن أسلخ جلده. صحيح ما تقوله، وأنت محق. من كان يتوقع أن تاجر الفخار إدريس خائن؟ سنفتح أعيننا جيدا، سوف نشك بكل شخص وبكل شيء نراه، سوف نتقفى كل أثر وبكل شبهة إلى أن نمسك بذلك الخائن. لقد كلفت جوكتوك بمهمة، لكن لم يصلني خبر منه. ما هي المهمة يا أخي؟ يريدون الوثائق، سيقول إنه سيعطيهم إياها، وهم سيأخذون جوكتوك إلى من يطلبون الوثائق. مهمة صعبة، صعبة. أخشى أن يتسببوا بالأذى لأخي جوكتوك. صحيح ما تقوله، صحيح ما تقوله. هناك خطب في الأمر. أخي، انطلق مع الجنود وجدوا جوكتوك. لا تقلق يا سيد عثمان، سمعا وطاعة. سلمت. أتسمح لي يا سيد عثمان؟ ادخلي. قولي يا سيدة مالهون. أرسل والدي رسالة وسيصل قريبا. جاء ليرى الأرض التي وعدت بها، إن سمحت لي أود الذهاب إليه. جيد، وأنا كنت أريد رؤيته. لنذهب معا. لابد أن أبي سوف يأتي لرؤيتك، لا تتعب نفسك. ماذا تعنين يا سيدة مالهون؟ أعني أنه فقط نحن الثلاثة في الخيمة نعلم بقدومه. السيدة مالهون اقتنعت أن الخائن من المقربين يا سيد عثمان. وأنت تريدين حماية أبيك؟ جنوده المقربون معه، لكن عددهم قليل. قبيلتي آتية ولا أريد أن أعرض أبي للخطر. لن يعرف أحد إلى أين سنذهب. لا تقلقي، لن يعرف أي أحد. والدك وقبيلتك سيستقرون في الأرض التي أعطيتهم إياها. جنودي سيؤمن المكان. إذن لأكمل تحضيراتي بسرعة. هيا
هل يعقل أن تذهب لاستقبال السيد أمور؟ لست ذاهبا لاستقبال سيد، إنما لرؤيتي جزء من البلد الذي سأؤسسه. إذن فليكن طريقك مفتوحا، إن شاء الله تعودون في أسرع وقت.